طيبة قلبك يا جميل، طيبة قلبك يا جميل، طيبة قلبك يا جميل. ولا فتحي. ايوه معلم. شكلك كده مش عاجبني يا اغيره يا معلم. ده بيضحك. بتضحك على ايه يا واد؟ بلاش نضحك يا معلم، مكالضة مع الاخر اهو. وديت خبر لصاحبك ولا مستني لما يقرا التفاصيل في الجرايد؟ قصدك مين؟ حبيبك المعلم شعبان. اه طبعا حبيبي ونص كمان. يا الله فيك الخير. هتلاقي نايم في الدورة ومش دريان باللي بيجرى في البلد. يعني قصدك تلعبي على الشناك؟ مش كده بالظبط. انا عايز افهمه ان المعلم شعبان هو مليان ومربي بنته على كده. طب الشربات اللي جابه مين اللي دفع ثمنه؟ هو طبعا. خلاص مقبول منه. ايه بس يعني هنخليله؟ لا طبعا، نرجعه المحل تاني نبيعه ومكسبه حلال علينا. ايوه بس خايف يزهق مننا ويلف على حته تانيه. ولا يهمك، بكره ربنا يبعت لنا اللي احسن منه. ولا اللي خلق لطفي ما خلقش غيره؟ لا غيره موجود، بس امه دي ممكن بغمزه منك تخليها زي الخاتم في صباعك. اوعى تحود على رأفت. رأفت ده زي اخويا. و ايه حكايتك يا بنت بالظبط؟ ده زي اخويا وده زي ابويا وده مناخيره في السماء وده كشر. يا حسين يا حسين يا حبيبتي، انا عاوز اطمن عليك قبل ما احط راسي. مساء الخير يا استاذه، يا ترى المعلم شعبان صح ولا نايم؟ ايوه صح، تعال يا مرسي. مصيبة ما كانتش على البال يا سيدي المعلمين. خير يا مرسي؟ رافض بدران انضرب برصاص. رافض؟ اطمني يا استاذه، الحمد لله قدر ولطف نقلوه على المستشفى. ومين اللي عمل العامله السودة دي؟ اللي اشاعات ماليه البلد بقى، بيقولوا ان صاحبه حبيبه الروح بالروح. هو مين يا مرسي؟ يكونش احمد؟ او البلد كلها بتقول كده، انما ده شغل النيابه بقى. النيابه؟ ما احمد ساب البلد وطفش. اعملها يلا يلا يا قوام، غير هدومك عشان نروح نطل على الجدع. خير ان شاء الله. انزل مهندس عدنان الحلو. نعم يا فندم. خير، شو في؟ عندك واحد اسمه احمد سعد؟ انا يا فندم. اتفضل معايا. ليه؟ خير يا فندم. عايزينك في كلمتين. في سلامة ليك يا باشمهندس. اتفضل يا معلم شعبان. تعال يا حسين. بيومي طلبوا لي التحقيق وزمانه جاي. الحكاية محتاجة تحقيق. ما الفاعل معروف وباين زي الشمس، والناس كلها مستعدة تشهد على كده. قصدك احمد؟ هو في غيره يا ست رسميه؟ وقت كده طالع شيطاني، لو المصيبه عاوز يمشي الكل على كيفه. صدقت يا حبيبي؟ جبتش انا حاجه من عندي؟ احمد مش ممكن يقتل. ومالك محموم قوي كده؟
إذا كانت ست رسمية قالت الكلام ده بعظمة لسانها وأنت سمعتيه بوداني. ورأفت عارضها، قال إن ده مش صحيح. أمال هرب ليه؟ مين قال إنه هرب؟ أمال راح فين؟ تقدري تقوليلي؟ معرفش، بس ربنا ما يحبش الظلم. ظلم؟ ظلم مين لمين؟ لما البلد كلها بتقول إن أحمد حاول يقتل رأفت، تجنتي وتقولي لا؟ أما أمرك عجيب بصحيح. يا بابا، أنت أدرى الناس بأحمد، عارف إنه إنسان طيب مش ممكن يأذي حد. يا سلام، واللي جارنا أخوك ده من تحت راسه، ويرضى مين؟ مجدي حب دنيا واتجوزها، ذنب أحمد إيه؟ مش هو اللي زهاله وخلاه يعصاني ومرمى باسمه في التراب؟ حرام يا بابا، دنيا بنت حلال وأبوها راجل طيب، وأنت إيه ما قلت كده؟ ايوه بس مش ممكن اجوز ابن بنته. مش المهم ان هتسعده؟ تسعده ولا تفقله؟ الفقر مش جريمه. لا جريمه، عندي انا بقى جريمه. وشوف ما اقولك، حسك عينك تحاول تشبيه باخوك، اذبحك واشرب من دمك. أنا نزلت مصر عشان أخلص أوراق خاصة بالمصنع الجديد. يعني أنت معرفتش إن رأفت انصاب؟ وده معقول؟ أعرف إنه انصاب ومرحلوش، ده رأفت عندي أعز من نفسي. أصحاب دي أقل من اللي بيني وبين رأفت بكتير، دي حتى كلمة إخوات برضو أقل. اللي بيني وبين رأفت أكبر من ده كله، ومع ذلك اتخانقته وهديته، ما حصلش إني هديته، لكن اتخانقته. الناس بتقول إن سبب الخناقة نجيب سيرة إحسان في الموضوع ده. أمال إيه سبب الخناقة؟ اختلاف في الشغل. منافسة في العمل يعني. خايف إن رأفت يفهم في الشغل ويبقى هو الكل في الكل. مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك والله لو سمحت، الاخ احمد سعد اللي قبضوا عليه في القاهره وحولوه للنيابه. اي خدمه؟ بدنا والله نطمن على الاخ احمد، انتوا تعرفوه؟ طبعا، وفي بيننا وبينه تعامل واخوه. انت عدنان الحلو. صح، وهو كان عندنا في مصر لما قبضوا عليه. وانتي مايسة تعرفيني؟ طبعا، احمد كلمنا عنكم كتير. تبقي انت عروسه البحر. مظبوط. وانا مجدي جوز دنيا. اهلين. اخ مجدي، ممكن تقولي شو صار مع الاخ احمد؟ النيابه بتحقق معاه جوه. اتكلم يا احمد. هتكلم اقول ايه بس؟ رأفت ملوش اي اعداء. امال تفتكر مين ضربه؟ معرفش، اكيد مش مقصود. ساعات خفر السواحل بيضربوا نار، او يمكن واحد منهم بينظف بندقيته طاشت منها رصاصه. ايوه بس العيار اللي انضرب انضرب من مسدس 9 ملي. حد يصدق اللي بيحصل ده؟ هو كان لازم يسافر. يعني هو كان هيعرف منين؟ ولا كان بيشم على ظهر ايده ان ده هيحصل لرأفت؟ ان شاء الله خير، وباذن الله هيطلع براءه. يا رب. تقرير الطبيب الشرعي وشهاده الشهود اكدوا ان الرصاصه انضربت وصابت رأفت الساعه 7، ودنيا شهدت انك روحت البيت ولميت هدومك وسافرت على مصر الساعة 8. كنت فين في الوقت ده يا احمد؟ كنت فين ساعة ما انصاب رأفت؟ عندك اقوال تانية؟
المقر في تمام الساعة 10:50 وتقرر حبس المتهم 4 أيام على عزيمة التحقيق. طمنا يا أحمد، إيه اللي جابكم؟ معقول كنا نسيبك؟ خير يا أحمد؟ مش باين فيها خير، 4 أيام حبس على عزيمة التحقيق. هي إيه الحكاية بالظبط؟ حكاية ملعبكة خالص يا مجدي يا أخويا. يعني ما تجوش تزوروا بلدنا الا في الظروف دي. على كل حال دنيا ومجدي فيهم البركه وهيقوموا بالواجب ان شاء الله. عنين يا احمد، احنا جايين عشان نطمن عليك وراسلين على طول، وبالمناسبه هنوقف لك محامي كبير يدافع عنك. مفيش داعي لمحامي، كتر خيركم، بس انا مش هنسالكم الجميل ده. هو في بينا جميل، المهم انت شكر. ربنا معاك يا اخويا، انا في عذاب يا رب، بابا قلب حياتي الجحيم، الناس في البلد كلها بيقولوا ان احمد ضربك بالنار علشان. وصدقت الناس؟ طبعا لا، انا متأكدة. ازاي الحال دلوقتي يا باشمهندس؟ اهلا يا دنيا، طول ما بشوفكوا حواليا ببقى كويس. وفي ضيوف كمان يا سيدي جايين يطمنوا عليك من مصر. ضيوف مين؟ عدنان الميسه. اتفضل اتفضل. الف حمد لله على سلامتك يا باشمهندس. اتشكر يا اخ عدنان. لما عرفنا قلنا لازم نيجي نطمن عليك، ان شاء الله تقوم بالسلامه. طبعا اختي ميساء. اهلا وسهلا، متشكر قوي، بس ليه تعبتوا نفسكم كده؟ عيب يا راجل، احنا اخوان وفي بيننا عيش وملح، وبعدين احمد انا عارف قديش بحبك. كان عنا لما اجوا قبضوا عليه، صدقني ما كانش يعرف ابدا انك انصبت. وهذا دليل انه مش هو اللي طخك. انا متاكد انه مش هو، وعشان كده قلت كده في التحقيق. امال ليه بس يا رب حبسوه؟ هم حبسوه؟ انا رايحه المستشفى اشوف رأفت. وانت هتفضل قاعد كده حاطط ايدك على خدك؟ هو ايه اللي ها؟ بقولك رايحه المستشفى. طيب يا رسميه طيب. هو ايه اللي طيب يا رسميه طيب؟ انت مش هتيجي معايا تشقر على ابنك؟ ابني بقى بخير والحمد لله، انا هخلص مشاويري وابقى احصنك. وانت كمان ارجوك بطلي عصبيتك دي شويه، صحتك مش ناقصه. البركه في اللي ما يتسمى، اللي هيخلص علينا واحد واحد. وبعدين معاك يا رسميه، ارحميني شوية، خلي رحمة ربنا تحل عليكي. هو أنا كل ما جيت لك سيرة الولد ده تتعفرت وتدافع عنك وعن ابنك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحمد ده أنا اللي مربيه. ما هو ما تمرش فيه، وكان عايز يخلص على ابنك. وإيه مصلحته في كده؟ عايز يكوش على الوكالة، لقيك عجزت، عايز ياخدها لوحده. بقى ده كلام ناس عقلين يا عالم. أمال هرب ليه؟ وجابوه في سلسلة. هيبان يا رسمية، هيبان. العيش والملح خساره في ولاد الحرام. الكلمه دي تقيله يا مرسي، احمد متربي معايا من صغري وما يهمنيش هو ابن مين ولا جاي منين. قلبك على بيوم وابنه اللي بناكل عيش من خيرهم، ولا على اللي خان العيش والملح؟ قلبي على الاثنين يا مرسي. لا، بني ادم لازم يكون يا النحادي يا النحادي. يا مرسي يا مرسي، ما تشوف نار ما تزودهاش. انا بقطع الايد قبل ما ترمي عود الكبريت. طب ايه ده بس؟ اللي سامع كريم. لا، اللي سامع في حاجه زي دي يبقى خاين. وما دام الحكومه مسكت المجرم يبقى لازم يتعاقب. عشان الدم اللي نزف من الباشمهندس ما يروحش هدر. انا يا بيه اللي طخيت الباشمهندس رأفت ابن الرئيس بيوم. اعمل معروف يا بيه، خليهم يحبسوني ويخلصوا الجدع اللي اتمسك من غير ذنب. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ طبعا يا بيه، وجاي برجلي عشان اعترف بكل حاجه. طب اقعد يا سعاده البيه. بقول لك اقعد. حاضر. وايه بقى اللي خلاك تعمل كده؟ اصلي متغصب
كده من غير سبب؟ أصل أبوه كان مرة طردني من عنده وكان ناوي يشرد ولادي، فأنا من ساعتها شايلهاله وحبيت أنتقم منه وأحرق قلبه على ابنه. وبعدين؟ فضلت متربص للباش مهندس، ولما لقيته ماشي لوحده ساعة المغربية الشيطان ملى دماغي وقال لي اخلص منه عشان تفرح. وفرحت؟ ما انا ضميري أنبني وقلت حرام التهمة تلبس واحد غير. طب انت جبت المسدس منين؟ جبته وخلاص. يعني ايه جبته وخلاص؟ انت عندك ترخيص سلاح؟ لا ما عنديش. امال جبت المسدس ازاي؟ سرقته اصلا حرام، حتى اسال الريس بيومي يشهد بكده. طب السلاح اللي انت استعملته كان عيار كام؟ كام يعني ايه؟ هو كان مليار رصاص. ايوه يعني عيار كام؟ مش مهم العيار ما دام صاب خلاص. لا عندك حق. بعدين؟ مفيش بعدين، انا عملت عملتي ورحت جري طوحت المسدس في البحر. لا جدع، حقيقي جدع. مش بقول لحضرتك على اللي حصل. اسمع جدع انت، انا ممكن اسجلك على الكلام اللي بتقوله ده. يبقى كتر خيرك. بس ده مش معناه ان احنا هنفرج على احمد. ها؟ طب ليه؟ لان التهمة ثابتة عليه 100% وكل الظروف اللي حواليه بتأكد كده. يا بيه حرام، ده احمد ده يتحط على الجرح يطير، ده العمار اللي بينه وبين الباشمهندس رأفت ما يتوجدش بين الاخوات اللي من بطن واحدة. تهمة نفسها 100%. وحي يحبسوه بجد؟ امال ده هزار؟ حاتم دي الجريمة اللي بيقولوا عليها مع سبك الاصرار والترصد. يعني ايه الكلام؟ يعني كان مبينكم النية والعزم، وقف استناه لغاية ما جه راح منشن عليه وهوب راح ضارب في المليان. بس حظه اتذكر بقى ان الاصابه جت على هامش. براءه 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 يا معلمه، براءه براءه يا معلمه. جرى لك ايه يا مخبول انت؟ اصل الرئيس احمد طلع براءه يا معلمه. طلعت اللي حصل يا معلم مرسي ان عم فهمي لم الصيادين كلهم وراحوا استقبلوه بالزفه على واحده ونص. تيت 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 نزل شربات وسقي كل الحبايب يا فتح. وجب يا معلمه وجب. اجيب لك ولعه يا ابو المراسي؟ لكن مولعه تمام قوي يا معلمه، والشربات ده على حسابي انا يا فتحي، وانا اول واحد هشرب منه. ده احمد ده حبيبي يا جدعان، حبيبي طول عمره، وانا اللي هرقصه على واحده ونص. تيت تيت اهو. انا بقى نفسي الزغروطه دي توصل البر التاني عشان تجيد العزال وتفرسهم. الحبايب وبس. وشوفش على الحبايب يا جدعان. يا عيني عليك يا عم فهمي لما تلعلع. بنادر عليا لارقص على واحده ونص. رقصني يا جدع على واحدة ونص، رقصني يا جدع على واحدة ونص. الفرح ينعش القلب. يا عيني على البلد المبتخر. العار والفضيحه. اود وشي فين من الناس؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي كانت بتعمل احمد في السر؟ يا بابا انا ما عملتش حاجه غلط. خليتي راسي في التراب.
يا بابا كل ان احمد دي حبيني ده مش غلط ولا فضيحه. الغلط والفضيحه انك تعرف واحد زي احمد ده. ايوه طيب. تفضل تفضل يا احمد بيك. يا سلام يا اخي على بجاحتك. ولك عين تيجي لحد هنا يا معلم؟ مش عارف. اخلص كفايه الفضيحه اللي عملتوها. انا جاي علشان اصلح الفضيحه دي. جاي اطلب منك اتجوز حسين. نعم يا اخويا. قلت ايه؟ معلش سمعتين. سمعني تاني بتقول ايه؟ بيطلب منك انك جوز حسين. يا الف نهار ابيض، الف نهار ابيض، الف مبروك يا حسين. والله كتر خطابك اهو، ما عادش الا انت يا جربوه ابو الفؤاد. مفيش داعي للغلط يا معلم شعبان. غلط؟ غلط من مين هذا انت؟ حسين هتتجوز ابن الحلال اللي من توبها اللي من قيمتها اللي من حجمها واحد يعرف اصله وفصله. كفايه بقى، انت راجل كاشح صحيح، تاجر عاوز تبيع بنتك للي يدفع اكتر. اخلص يا قليل ادب. بره 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 قبل ما اجيب الرجاله يطردوك. بره. الله يسامحك يا معلم شعبان. هاي مش عليه، هاي على اللي مشغلينه. انما انا هعرف ازاي اربيه وربي اللي مشغلينه. عملته احسان في النيابه كان لازم اتقدم لها. ما كنتش متصور ابدا انه هيضربني بالقلم. ما انت عارف قسوته. تاني مره يواجهني بحياتي. مش غلطتك ولا ذنبك انك طلعت ما عرفتلكش اب. اب مالوش قلب ده اللي سابنا اتعذب طول حياتي بالشكل ده. ايه يهم انك تعرف ابوك فلان ولا علان؟ ما دام انت موجود وعايش وبتكافح في الدنيا بشرف. مهما كافحت مهما كانت اخلاقي ومهما كان شرفي برضه علامه الاستفهام في عيون الناس هتفضل تطاردني. المهم رضا النفس يعني. وما دام قلبك عمران بالخير مش لازم تفكر ولا تهتم باللي يكدرك. تعبت يا عم فهد، تعبت. انا شايف اني خلاص ما عادليش عايش في البلد هنا. ده كلام برضه. الانسان يا ابني بيعيش حياته كلها وهو بيحاول، مره يفشل ويحاول تاني وتالت، لكن في الاخر بينجح. لكن زي محكوم عليه بالفشل، محكوم عليه بالاعدام علشان جريمه ارتكبها غيري وسابني لوحدي ادفع الثمن. اللي عند الله ما يروحش ابدا. خلي همك في شغلك ومسير الايام تلعب دورها. مش باين يا عم فهد، مش باين. اياك تيأس من رحمه الله يا ابني. وكفايه ان في ناس بتحبك وتقدرك. ما هو الريس بيومي فاتح لك صدره ومأمنك على ماله زي ما تكون ابنه اكتر.
رئيس بيومي. رئيس بيومي ده معدن نادر يا عم فهمي. جرايه يا شعبان، رحمة ده برضه مش انسان وله قلب زيه زي اي انسان تاني؟ كل واحد يبص لحجمه يا بيومي. مين اللي بيحدد الاحجام دي؟ في الزمن اللي احنا عايشين فيه يا بيومي بيه يا بدران. الزمن الزمن يا راجل، احمد زيه زي رأفت زي مجدي. مش عاوز اسمع سيرته. مش عاوز تسمع سيرة ابنك؟ ايوه مش عاوز اسمع سيرته، ابني وعصاني، وانا حر ادوس على قلبي وانساه. ما ده كلام ده؟ في حد ينسى ضناه؟ اشمعنى غيري نسي يا بيوم؟ قصدك ايه؟ غير يقدر ينسى وينسى ضناه ويضحي بيه عشان يوزن المال بالقناطير. ده كلام كبير يا شعبان. كبير بكبير بقى. ان كنت عاوزني اجوز احسان لاحمد ما عنديش مانع، بس اكشف عن السر اللي احنا دافنينه سوا. شعبان ما يصحش ابدا. لا يصح يا بيومي، وحبايب حبايب اعترف قدام كل البلد انك ابو احمد الحقيقي، وسوي بينه بالرافض، وانا احط ايدي في ايدك بقلب جامد. ده تهديد بقى ولا فرض؟ اعتبره زي ما انت عايز. احمد يسيب البلد ولا يعتبهاش ابدا، والا قسما عظما اولعها نار واخلي اللي يشتري يتفرج، واخلي كل البلد تعرف احمد مين يبقى ابوه. هودني هودني يا بيومي، هودني واعمل اللي انا بقولك عليه. ما تخلينيش اضطر انبش الماضي وتدخل العيال في اللعبة. اتفضل. انا عندي كلمتين يا احمد. وانا تحت امرك يا حاج. اقفل الباب لو سمحت. حاضر. خير يا حاج؟ في الحقيقه يا احمد انا مش عارف ابتدي معاك الكلام ازاي. في حاجات بتتفرض على الانسان وما بيقدرش يختار. انا عارف اني سببت لك مشاكل كتير. الخوف للي جاي يا احمد. كان نفسي اشوفك في صوره احسن. لكن هو اللي عملتهولي شويه يا عم الحاج. انت سندتني وقفت جنبي وعوضتني حنان الاب. ارجوك يا ابني ارجوك. انا اسف يا حاج، دي مشكلتي لوحدي ومفيش داعي احمل غيري همومي. اللي هقوله لك صعب يا احمد، لكن ما باليد حيله. انت شباب، والشباب يعني امل، وارجو انك تساعدني في اللي هطلبه منك. اطلب حياتي يا حاج، اقدمها رخيصه واقول لك كتر خيرك. ارجوك يا ابني ارجوك، انت بتعذبني اكتر من اللازم. انا يا حاج؟ اعذرني يا احمد، لو كنت اقدر اواجه التيار كان معلش، لكن الموجه جديده وهتحطم الكل. انا مش فاهم احمد. انا مضطر اجي عليك وعلى نفسي شويه واترجاك تنفذ اللي هطلبه منك.
ست انا فتحت بوقي اتكلمت. ما هو اللي فارسني ان قلبك العطوف ده هو اللي كان هيودينا في ده. انت تصرفت صح بس كان لازم تعمل كده من زمان. اوعى تندم يا حاج، البني ادم في الزمن ده بيقول يلا نفسي. شوف يا رسمية، انا عملت اللي عملته ده عشان امنع الدوشه ووجع الدماغ كل ساعه والتانيه. بكره رأفت يثبت للكل انه اهم واحد في الوكاله. اهم مني؟ لا مش قصدي يا بيومي، بس انت بقى واجب تستريح. طول ما انا بصحتي مش هسيب الوكاله. وماله؟ ما هو رأفت هيشيل عنك حاجات كتير وهفضل يمين ويخرج بالسلامه. تصبح على خير. هو ايه ده؟ هو انا معرفش الساير معاك بكلمتين ولا ايه؟ انا عشان احمد بقى؟ وبعدين بقى انا عاوز انام من غير ما اسمع صوت احمد دي. بس على الله قلبك بقى ما يرجعش يحن تاني. قلبي ده انا هكسره، بس المهم ارتاح. ارتاح يا حاج، احنا كل اللي يهمنا راحتك. رايح المدرسة؟ أمال هروح فين يعني؟ وإيه النظارة السودة اللي أنت لابساها دي؟ أصل الشمس حامية برا. الشمس حامية ولا مكسوفة من عينين الناس؟ أنا ما عملتش حاجة غلط علشان أخاف من الناس. أمال إيه اللي عملتيه ده؟ تتسطري على واحد مجرم وتخليه يلفت بجلده؟ يا بابا، يا بابا أحمد بريء، عمره ما أذى حد. فضينا من سيرته. أنا عملت اللي عليا عشان أحافظ على اسمك وأأمن مستقبلك. كتر خيرك. يا عبيطة، يا عبيطة، أنا بدور على مصلحتك. طبعًا. يا إحسان أنا ما عنديش أعز منك يا بنتي. عاوزك لما تشوف الأستاذ لطفي تبتسمي له عشان ما يشيلش منك. ضروري طبعًا. أه كده تعجبيني. عاوزين نمسك العصاية من النص يعني. على إذنك يا بابا. إذنك معاك يا أستاذة. جيل آخر زمن. مجدي الحال يا مجدي الحال. خبر ايه دول؟ احمد سام البلد باللي فيها وماشي. مش معقول. خد اقرا وكدبني. ليه كده يا احمد؟ ليه كده يا اخويا؟ ده انت نفسك معانا هو اللي معيشنا. شوفي بقى، انا صحيح بعزك واحترمك زي ما بعز واحترم اي انسان في البلد. انا انسان متواضع جدا. انا لما بدخل المدرسة في الصباح بصبح على اقل فراش فيها بالاسم، اقول له صباح الخير يا فلان بالاسم. اي والله بالاسم. بنتي مدرسة عندي، مدرسة شطرة، التلاميذ بيحبوكي ومتمسكين بيكي. لحد كده كويس؟ كويس. عظيم. لكن الإنسان محسوب عليه دايما تصرفاته وسيره وسلوكه. يا حضرة الناصر أكمل. ويتحتم أن تكون المدرسة قدوة حسنة ولا تسمح أبدا أن تلوك سمعتها الألسن. يا حضرة الناصر أكمل كلامي من فضلك. البلد صغيرة والناس ملهاش شغلانة فيها إلا طرطشة الكلام هنا وهناك. طيب تسمح لي أعقب؟ اتفضلي. أظن يعني ما يصحش من سيادتك بعد ما رجعت من الأجازة الطويلة اللي كنت واخداها إنك تقابلني بالمحاضرة دي كلها. أعقب أنا بقى؟ الناس قالت إنك واخدة الأجازة بعد ما اعترفتي في النيابة إنك كنت مع أحمد.
أكمل وتحملت القيل والقال عشان تدافع عن إنسان ما يستاهلش. أحمد مظلوم يا حضرة الناظر. مهما كانت الأسباب والمسببات ما يصحش أبدا إنك أنت تقبلي وضع زي ده. لو كنت مكاني كنت تقبلي كده؟ إذا كان الكلام ده صحيح. قولي إن ده مش صحيح وأنا أحترمك وأعتبر إن ده دور بطولي بتقفي جنب إنسان كل البلد بتطرده بماضيه. سيادتك اللي تقول الكلام ده عن أحمد. قصدك إيه؟ قصدي يا فندم إن حضرتك ما تنساش إن كان ليك فضل ودور كبير في تربية ونشأة أحمد. ما تنساش إن أحمد كان تلميذ في مدرستك اكتسب منك صفات ما نقدرش ننكرها. أرجوك افهميني يا فندم. أنا فاهمة سيادتك كويس أوي، حاسة بكل مشاعرك النبيلة، حاجة ما نقدرش ننكرها، كلنا بنفتخر وبنعتز بده. كل ده كويس، بس أولياء الأمور اللي بيجولي هنا ويحكولي عن الحواديت دي اللي يتكلم يتكلم. يعني إيه؟ يعني سيادتك وربي فاضل عارف كويس قوي إن الكلام من غير أساس ملوش أي معنى. على العموم أنا مش عايز أخسرك لأنك مدرسة ممتازة عندي، والعلاقة الأسرية اللي بيني وبين عيلتك الكريمة اللي بكملها كل مودة واحترام تخليني اعتز بيك زيادة، وفيه بيني وبين والدك المعلم شعبان اخويا الكبير وحبيبي مشاريع كتير بنتعامل مع بعض في مشاريع كتير. على فكرة يا فندم بيسلم عليك كتير قوي. صحيح. ولان حضرتك انا كنت ناوي ان انا اسيب المدرسة او اتنقل مدرسة تانية. ده لا يمكن ابدا، ده أنا أهد الدنيا، ده أنا وقف الوزارة على قدم وساق. هي فوضى، هي هيصة. إزاي وأولاد الناس دول تسيبيهم التلامذة دول في منتصف العام الدراسي؟ ده أنا أهد الدنيا، ده أنا أعمل. أنت إنسان عظيم يا حضرة الناصر، وعلشان كده أنا لا يمكن أخسرك مهما الناس اتكلمت أو أخسر المدرسة. أنا أفضل المدرسة اللي حضرتك بتعتز بيها، وهكون عند حسن ظنك، وهكون عند التزاماتي تجاه الناس اللي حضرتك بتفتخر بيه. عن اذنك اشوف بقى تلامذتي الصغيرين اللي وحشوني. لطفي، ايه اللي بيحصل معاك ده يا لطفي؟ ازاي قلبك تبعك ووافقته؟ ده دي رغبته انه يسيب اهله وناسه، رغبته يدوس على قلبه ويشعت في قلب اخته عليه بالشكل ده. اطمنه مالي، اطمن احمد بخير، وما دام حب يدور على صالحه محدش طبعا يقدر يمنعه. الله يرحمك يابا، كان دايما يقول لي حكمه لسه وحطها حلقه في ودني لحد دلوقتي. كان يقول لي يا دنيا يا بنتي اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، واحمد اخويا كان شريك بدمه وبروحه، وكلمه واحده منك كان ممكن تمنعه. بالعافية. بالإنسانية يا حاج، بالإنسانية. أحمد كان دايما يشوف فيك الأب اللي اتحرم هو من منظره. كفاية بقى، أنا قلت لك إن أحمد بخير وحب يشوف طريقه بمعرفته كده من غير أي سبب. أنت جاي تحققي معايا ولا إيه؟ أنا لا سمح الله يا حاج، أنا جاي أستنجد بيك ترجع لأخويا. اسمعوا بقى، أنا من رأيي إنكم تستنوا هنا وأنا هدخل له لوحدي، بلطافة كده هفهم منه كل حاجة من الطقطق للسلام عليكم. وأنا جاي معاك يا بابا. وأنا رايح. إيه هو ده؟ هو إحنا معزومين على أنجر فات الكوارع؟ الرئيس بيوم ما يحبش الزحمة. كده هيفتكرنا كمان جايين نلوي دراعه. المعلم مرسي بيتكلم صح يا رجاله، واحنا يا ريس معاكم. قول لهم ابو الافهام، قول لهم. طب انا اقول لكم، الريس بيومي واخد عليا وضروري هيفتح لي قلبي. خلاص يبقى انا وانت وبس، وانا كمان عشان اسمعه بوداني. واحنا يا ريس معاك كمان. بعدين بقى ما تتلموا امال. الله، خلاص يا فهمي، انت ومجدي تيجوا معايا وانتوا خليكم هنا. شوفوا بقى،
مش عايزين اي حد يتكلم نص كلمة غير لما الرئيس بيومي يقول كل اللي عنده. الرئيس بيومي راجل دغري وعمره ما يعرف اللف والدوران. طب استني، ما انت مذاكره حلو قوي ابو الامجاد. ادخل. بالاذن يا ريس. طب معلش بقى نجيلك وقت تاني. يا تعال 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 يا رجاله تعالوا. انا عارف انتوا جايين ليه. دنيا كمان كانت قلقان على اخوها، لكن دلوقتي فهمت واستريحت. اتكلت على الله يا دنيا وادعي له ان ربنا ياخد بيده. كتر الف خيرك يا حلو. طبعا يا رجاله انتوا عارفين احمد يبقى ايه بالنسبه لي. ما هو ده اللي شتت مخنا وخلانا. ما تسيب الرئيس بيومي يكمل. اتفضل يا ريس اشرح لنا عشان قلوبنا تطمن. في الحقيقه يا رجاله الدنيا النهارده مصالح، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. طبعا غلطان وستين غلطان. سيب الرئيس بيومي يكمل يا معلم مرسي. لا مؤاخذه يا ريس، احمد شاب طموح وافكاره كويسه وطول عمره بيعتمد على نفسه لانه عاوز يثبت للجميع انه شاب محترم وشريف. كلام مظبوط. ولما جت الفرصه انه يسيب البلد عشان خاطر ينفذ مشروع هو كان متحمس له، طبعا ما قدرتش اقوله ده لان انا يهمني قوي مصلحته ما دام هو شايف كده. ولا اكتفه بقى بالعافيه واقول له لازم تقعد هنا؟ لا عداك العيب يا ريس، عداك العيب. دلوقتي العقول ارتاحت وكده نفرح له كلنا. قال يا فهمي مين قدك اليومين دول؟ بقيت المعلم الكبير. طول عمري معلم يا لوسه، ولا مش من حقي. انا من صغري وليا الصبيان اللي اتربوا على ايديا وكبروا واستفادوا بقوا حاجه. مش عايز انا ابقى معلم؟ انت ما بقتش معلم بحق وحقيقي الا من يوم احمد ما ساب البلد. احمد ما يسيبش البلد بالسهل. اهو سابها لكم خضاره علشان تبقى انت المعلم الكبير، ولطفي او غيره يتجوز احسان، ورسميه مرات بيومي ترتاح ودمها يبرد على ابنها. وانت يا دوسه انت انا ادفع عمري ما كنت عارف ايه اللي جواكي. جوايا ايه يا معلم؟ جواكي لا حب ولا طمسي، وبراكي الم على وشي انضرب بايد احمد غرام تام. ودي مشكلتك. انت اصلك رايق. ما تنكريش انك لسه بتحبيني. سيبني في حالي يا مرسي. سيبك زي ما سابك احمد. سيب اللي جوايا ما تتكلمش عنه. انا حاسس فيك يا احمد، بس الرجال منا دمعته من جواه. محدش يقدر يلغي الماضي عدنان. صحيح احنا غرباء، بس احناش ضعاف، وعمر الضعف ما كان قضية او حتى حل القضية. مفيش اصعب من جراح القلب. عذاب عذاب عذاب. شو انت اللي شفته وبتحكي عنه يا احمد؟ عذاب الحب ولا عذاب الروح ولا عذاب الجسد ولا عذاب الفراق؟ اي انواع العذاب اللي بتخليك تهرب من نفسك ومستقبلك وماضيك؟
شو رأيك بعذاب الفراق؟ يعني فجأة بتلاقي نفسك مشرد وانت طفل، لا أب لا أم لا أرض لا وطن حتى ولا هوية. غريب، كل الناس بتطلع فيك وبتقول مسكين مسكين مشرد. والإحساس جواك في كل لحظة، في كل نظرة، وملازمك في كل خطوة. الأيام بتمر والسنين بتعدي، وأنت بتحلم بيوم العودة، يوم ما ترجع لأرضك ودارك وزرعك. والحلم بيكبر، والسنين بتعدي، وأنت في عذاب يومي ما إلوش نهاية. يعني عمرك كله غربة ورحيل، غربة بتحسسك بالواقع اللي انت عايشه، ورحيل مستمر مع الحياة والعذاب. بيتك خيمة وشنطة، ومع كل هذا ما عرفناش اليأس، رفضنا الاستسلام، لأنه اليأس مقبرة يا أحمد. احنا من يوم ما تشردنا عرفنا انواع لذيذة من العذاب، المعاناة، الخوف، الحرمان، والشجاعة، والألم. شو رأيك بأم تاهت عن ولادها في جحيم المعركة؟ ولا أب شاف ولاده وعياله وأطفاله بيغرقوا قدام عينيه في البحر وما قدرش ينقذهم أو حتى يعمل لهم إشي؟ شو رأيك في ناس ماتت من الجوع وما حد سأل عنه؟ هاي أنواع من العذاب ذقتها وجربت مثلها يا أحمد. أنا آسف عدنان. أنا شو آسف يا أبو حميد؟ آسف إني ما قلتلكش من أول ما وصلت. مصدقة عليا، ده انت رديت فيا الروح تاني يا حبيبي. ما تخافيش يا ماما، عمر الشاي باقي. نعم، ده انت سيد الناس كلها واعظم واحد في البلد. طب حيلك حيلك، ده انا حيالله شوية هوا هف يطيروني. معاش اللي يطيرك، اهو هام من زحى النيل. قصدك ايه؟ مفيش يا حبيبي مفيش. ايش له؟ ان الكل جه زارني في المستشفى ما عدا احمد. ما تنسى سيرته بقى يا رأفت. ببساطه كده؟ مش هو اللي ضربك بالرصاص وكان عايز يخلص عليك؟ مين قال ان هو بس يا ماما؟ امال مين اللي ضربك؟ معرفش، افضل اني معرفش عشان ما احقدش عليه. بس هو حقد وغدر، والغير عمت قلبه من يوم ما رجعت بشهادتك وتعليمك. اللي هو احمد؟ انت مش هتصدق حاجة عليه، انت شهدت معاه في التحقيق وطلعته زي الشعرة من العجين. عشان بريء، ومش من حق الانسان البريء انه يطلع من سجنه. تكونش انت اللي ضربت نفسك بالرصاص. كلام ايه ده يا ماما؟ هو يا كده يا احمد اللي عملها؟ خلاص خلاص، اللي راح راح، وهو بوك صرفاله حسابه وقال له مع السلامة. اظن مجدي طار من الفرحة. اه طبعا كان فرحان، بس انا خايفة يا احسان، خايفة قوي. من ايه بقى؟ مش عارفة، قلبي مقبوط كده على طول. معلش، غياب احمد اثر فينا كلنا، بس انا اتصلت برأفت ووعدني انه هيتصرف بحكمة. قادر ربنا يطمني عليه، ده من ساعة الموضوع ده مش عارفة اتلم على روحي، ده حتى مشي من غير ما يسلم عليا. ظروفه اثرت علينا كلنا،
أنا الحاجات اللي بشوفها الأيام دي ليها العجب. أنا حاسة يا إحسان بالنار اللي محوطاكي، مش قادرة مديلك إيدي. معلش ربنا معانا، بس انتي خلي بالك من صحتك، الحكاية دي ما فيهاش هزار. قوليلي بقى، عايزة ولد ولا بنت؟ هو مجدي عاوز بنت علشان يسميها على اسم والدته، وانتي عايزة ولد وعايزة تسميه أحمد. عينك في عيني كده صح ولا غلط؟ دي حاجة في علم الغيب يا إحسان، واللي ربنا يجيبه كله كويس. مفيش فايدة، اللي سماكي عروسة البحر كان عارف بيقول ايه. اقول لك ازيك، وياك تقول الله يسلمك، ويا ويلك لو حطيت ايدك في ايدي وقلت لي اتفضل. طبعا مكسوف مش كده؟ انت عارف بتفكرني زمان لما كنا في مدرسه السعاده الابتدائيه، وكان الاستاذ لطفي الناظر يذنبك بسببي ويخليك ترفع ايديك لفوق وانت تشربها وانت ساكت. نسيت؟ عايزني افكرك. افكرك ليه؟ ما انت لسه فاكر. يلا حبيبي يلا لم عزالك ويلا بينا، بس قبل ما نمشي لازم نفوت على عدنان الحلو نشكره. انت قابلته؟ طبعا، والراجل كتر خيره هو اللي اداني عنوانك. تعالى يا راجل تغطس كده عشان تفهات. مفيش داعي نضحك على بعض يا باشمهندس رأفت، انت عارف كل حاجة، عارف كمان معزتك عندي قد ايه، عشان كده مش هقدر ارجع البلد. ده ايه الفصاحة دي كلها؟ بقى عشان بتعزني مش عايز ترجع البلد؟ رجوع البلد دلوقتي هيسبب مشاكل كتير قوي الكل في غنى عنها. يا احمد يا حبيبي ارجوك تفهمني يا رأفت. لو سمعتني هتوافقني وتأيدني. أنا اتهمت بضربك بالرصاص، وقبل كده حصلت مشادة بينا الناس ترجمتها غلط. الكلام اللي اتقال عليا وعليك وحكاية إحسان وأبوها، لو انت نسيت كل ده الناس مش هتنسى. الحقيقة اهم من الناس. الحقيقة من غير ناس زي الحجر تمام، لا تنطق ولا تقدر تدافع عن نفسها.